الله والصلاة والسلام على رسول الله. توفي الأخ الزبير أحمد الحسن الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية. الله أكبر. قد اختاره الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة ساعة صلاة الجمعة، وهو الرجل الحافظ الرجل الذاكر، تقبله الله بأحسن القبول والرضا. نحن سوف ندفن إن شاء الله الساعة 10 بعد صلاة التراويح في مقابر بوري الشريف. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد.